ايه أربعة عسل ولبن. نفسها هسا أنا سألك، مخرج يسبب لك إزعاج ويتدخل بأدواتك. مخوش أكل أكل، لكن ما هاي تاكل أنت. إيه روح هناك أكل. أنا يا بس خلنا ناخذ لك لساية والمرة كل شي يصير. سيرلايك راح يرجعك للطفولة هذا والله. مو هيك. لا يا عمي، شنو قدامك؟ شنو مثلا؟ نضطر شو نسوي؟ احترقت. يا اهل يا ضبجك المخرجين. شو اقول علي من اكله؟ ما حد يتزوج.